السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله ايامكم بكل خير. معاكم عباس العبس، مرشد سياحي في اديس ابابا. جيتكم اليوم بفلوق سابع يتكلم من اهم الشخصيات اللي استقبلتها في اديس ابابا، صلاح النعماني الذي قضى معانا في اديس ابابا تقريبا اذا 3 ايام الى 4 ايام. هذا الفيديو يتكلم عن السايح اللي يجي اثيوبيا واديس ابابا كيف يقضي يومه في اديس ابابا. هذا الفيديو لا يفوتكم صراحة. أتمنى أنه كل المتابعين وكل الناس وكل أي أحد اللي يبي يزور أثيوبيا يتابع الفيديو هذا. لا تنسونا من الاشتراك والشير، ادعمونا في قناتنا، حجيب لكم كل جديد. هذا الفيديو إذا فاتكم فاتكم نص أديس حبايبي. صار وندور الشيخ عباس، اول ما توصل هذا يقابلك عباس. الحمد لله على السلامه والله. الله يسلمك. اهم شيء اهم شيء تكون التعادي، اهم شيء يا رجال روح هناك. طبعا الحين رايحين نطلع شرايع، لازم بعد ما تحدد التشريح في المطار تحدد الجوال نروح نطلع شرايع احنا حبيب انا وسيم. هذا حبيب انا حبيب عباس. عباس ايش الحلاقه الحلوه هذه يا عباس؟ صاحبنا ابو حمدان من دبي باقي، واحنا منتظرين صاحبنا في المطار. وقفنا عند جنب المطار طبعا الكافي ذا، نسوي لك كافي لعشاق الكافي انصحهم فيه. واخيرا جانا ابو حمدان. بعد ما طلبناك ابو حمدان كل عزوم عليك اليوم. والله جوعان يا عزوم عليك اهم شيء. ابشر ابشر. ولا ايش رايك يا عباس؟ لا والله يستاهل، استناه والله طارق. والعزوم على مين؟ عزوم على جميع. لا عليه هو. عليه هو. عباس جبنا تيس وما ادري عنه عباس. والله ان شاء الله يكون كويس. كيف عباس؟ والله يقول كويس. رجال ولا حرمه؟ رجال. ما شاء الله الامطار. ما شاء الله تبارك الله، اللهم جد وبارك. واخيرا نوقف المطر، نزلنا نبرف السوبر ماركت. بس اليوم كيف الشيء؟ آه عباس شو صار؟ في زلطه؟ ايوه. والموز؟ والموز الحين اكيد اينو ما قلت لك قبل. الان جاء دور الكافي. ها في كافي عباس. ايش رايك ابو حمدان في القهوه البنة؟ والله قهوه نجديه على كيفك، بس يعطون فيها سكر. كيف نجديه؟ انا ما ادري قهوه نجديه يعني. يقولون كذا يعني قهوه كويسه. قهوه كويسه. وانت عباس اللي ما يشرب القهوه دي؟ ايوه. ما عاد يرجع اديس مره. ايوه صراحه اجواء اديس اليوم اجواء باريسيه. وش شو عندك ابو حمدان؟ اليوم نزلت الصباح حصلتهم مسوين هذه الطقوس. ايش في ايش مناسبه عندكم؟ قال اليوم عندنا عيد. ايش مناسبة العيد؟ اليوم في اديس ابابا عندهم عيد. طبعا العيد ما ادري ايش من عيد. ها عباس كيف حالك؟ ايش اليوم المناسبة في اديس ابابا؟ والله العيد كانوا صايمين. ايوه لهم 6 شهور الحين فطروا. صايمين؟ ايه 6 شهور. 6 شهور صايمين. كيف صايمين؟ صايمين من اللحم. ما ياكلون اللحم؟ ما ياكلون اللحم. بس لحم؟ ما ياكلون. وبيض وحليب؟ وبيض وحليب وياكل. ولا دجاج. مرة؟ مرة. واليوم عيد عندهم؟ اليوم عندهم عيد. ما شاء الله تبارك الله. وش نقول لهم؟ قول لهم عيد مبارك. بالعربي كذا؟ ايه. لا عيد مبارك. عيد مبارك. اه ايش نقول؟ هابي ايستر يا عيد ايستر. والله العظيم اللي ما حلفتوني ان احسن انسان واحسن راعي سياره في البلاد في اديس ابابا
هذا الشخص أمان والله أحسن. هذا الباص حق أمان جدا ما شاء الله نظيف، أسعاره مرة مناسبة وله استغلالي ما شاء الله تبارك الله. خير الحين رايحين نجيب التيس اللباني. اليوم الشيخ امان قال خلوه علي انا اللي بختالك بالتيس. يلا يا امان تفضل. والله يا امان ابو حمدان يا قجر والله احسن شيء. هذا احسن شيء والله يا قجر. الله هذا شكله يا عصر خيمه. كيف عرفت ان التيس ذا كويس؟ والله العظيم من صوته. كيف صوته؟ يصرخ والله. يعني كويس يعني كويس. عباس قال يوم عازمكم على كفي. هذا كفي احسن كفي يقول في هذه بابا. والله ما ادري عنه يا عباس. والله صراحه شوف الناس واقفين. شوف الناس واقفين. بنا تعالك يلا خلينا نشوف يا عباس. طبعا هذا طلب المصير. في سكر؟ لا انت اخذ سكر. قلنا وجينا حصلنا زورو ذبح اللحم ذبح التيس. انا اشوف ابو حمدان اكشف. ما شاء الله. لا لا ما شاء الله تبارك الله. لا لحم جيد والله لحم جيد. لا مش الكبده فطور يا استنى بس قبل وخذنا ويطبخوا لنا الحين في كبده بطاط ولمون طيبه. لا لحم ما شاء الله صح يا صقيمة. ما شاء الله تبارك الله. التيس لباني والسلطة سمطرة وهذا مش يقولون له شو يقولون له عباس هذا سلطة باردة. سلطة باردة نمو طيبة. صباح الخير يا عباس. صباح النور. وين اليوم طالعين؟ والله رايحين طرشانين في البيت. ايوه رايحين نتمشى من اجواء الطبيعة هذه. ايوه وامطار. ايوه الان بعد 10 دقائق ان شاء الله نتمشى. 10 دقائق؟ 10 دقائق. يا سلام. وين محل عصير حقك ذاك؟ رايحين نشرب عصير جي. يا والله. ايوه يلا صور. يلا 1 2 3. 1 2 3. ألعب عليك فيديو. شلنا غدانا معنا وطالعين نتغدى في منطقة جميلة أو حي جميل اسمه البلبلة. راح أصور لكم مكان إن شاء الله بتشوفونه. أخذنا موز كيل الموز هذا ب22. أنا أتحدى أي شخص جاء أثيوبيا أو أديس أبابا وجد المكان هذا. أتحدى أي واحد. الحين جايين غدانا احنا والشباب. ايوه وجايين نتغدى في المكان الجميل هذا. صديقي امان افضل شخص صراحه تعرفت عليه في اديس ابابا. رجل جيد والله العظيم. هذا استحي هذا استحي.